ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تساءل عدد مهم من نشطاء الفيسبوك عن حقيقة محاولة اختراق هواتفهم الذكية من قبل أرقام هاتفية مجهولة بعد تلقيهم اتصالات منها مرات متكررة. وكشف المدون المغربي الشهير أمين راغب أن تلقي العديد من المغاربة اتصالات هاتفية من رقم مجهول ليس له علاقة بالاختراق ومحاولة سرقة المعطيات الشخصية من الهاتف. وأشار المدون نفسه إلى أن الأرقام التي حيرت المغاربة طيلة الأسبوع الجاري تعود لشركات متخصصة تحمل قاعدة بيانات هاتفية سواء محصل عليها بطريقة مشروعة أو لا، وتحاول من خلال روبو القيام بتطهير هذه القاعدة. وأردف: نتمنى وضع حد لمهزلة بيع ملايين أرقام هواتف المغاربة، وجل المتخصصين في هذا المجال يعلمون أدق تفاصيله. الو، السلام عليكم ورحمه الله. اخوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم. شوف، هذا فيديو خفيف ظريف باش نوضح لكم واحد النقطه اللي بزاف الناس كيتسائلوا منها وكيصيفطوها ليا بزاف في الرسائل، وهي حاليا كاينين شي نوامر كيتواصلوا معكم اولا كيسرسروا، ينفوا كتقول الو كيقطع، اولا ملي كتقول الو كيقول لك جود باي بحال شي روبو وتقطع. الو اش واقع؟ هادو تو سامبلومون ناس اللي كيستخدموا بعض الروبويات اللي تيكونوا هما عباره عن انظمه او دي سيستم في الحاسوب. الدور ديال هذا النظام هذا هو انه كيعطيو واحد لا ليست كبيره ديال الارقام الهاتفيه اللي تيكونوا مسروقين، اللي كيكونوا هاد الارقام الهاتفيه حاصلين عليهم بواحد الطريقه اللي هي غير شرعيه بطبيعه الحال، اولا كيكونوا شارينها من بعض المواقع اللي ما كتحترمش راسها، اللي كتبيع المعلومات ديال الزبناء ديالها، اولا كذلك بعض السيرفرات شركات اللي كيعطيو استضافات وهداك الشيء، حتى هما تيكونوش تيحترموا راسهم، وبالتالي فهما كيوزعوا هاد البيانات او المعطيات الشخصيه ديال الناس. فبالتالي هذوك الروبويات ملي كيعطوهم هذوك الارقام الهاتفيه باش هما يعرفوا واش انت باقي كتخدم بهذيك النمره ولا ما باقيش كتخدم بها، فاش كيديروا كيحاولوا بحال كيبينغيوهم، يعني كيحاولوا انهم يتواصلوا مع هذيك النمره، كيسرسر ليك التليفون، وملي كتهزو تقول الو، يعني بالنسبه ليه هذيك النمره راها خدامه، راها حقيقيه. وهذا كيتسمى الكلينين، تنظيف هذيك اللائحه ديال 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 الارقام الهاتفيه. كاين واحد النوع اخر، هذا هو اللي باقي ما سمعش، هو انه كيتواصلوا معكم ملي تقول الو كيبقى السكوت بعض الثواني، تقدر تكون 15 ثانيه حتى 30 ثانيه، من بعد حتى يهضر معكم شي واحد. هذاك كذلك راه ما تيعرفكمش، هذاك راه روبو كيتصل بهذيك النمره بشكل اوتوماتيكي، وملي كيجاوب شي واحد بحال كيحطو في لا ميزون اطون ديال ما يجاوبو شي انسان. فهاد الشيء اللي كاين الخوت، الامر ما عنده لا علاقه لا باختراق لا حتى شي حاجه، هادو غير ناس كيكلينيو الداتا، تيكلينيو الارقام الهاتفيه وتشوفوا شنو هما الارقام الهاتفيه اللي باقا خدامه واللي ما باقاش خدامه. وكنتمناو انه فعلا توضع حد لهاد المهزله هادي ديال ان البيانات المغاربه ولات كتباع، ولينا كنلقاو مليون رقم هاتفي مغربي كيتباع ب 1500 درهم ولا ب 2000 درهم، وكاينين شي مواقع اللي هي معروفه اللي الباز دوني ديالها راه واصله 4 مليون. وهذا الشيء راه كنا كاع الناس اللي يعني داخلين في هذا المجال هذا راه كيعرفوا اش واقع في السوق. فهذا الشيء اللي كان اخوت، حبيت غير نطمئنكم انه راه ما كاين حتى شي اختراق. والسلام عليكم ورحمه الله، وعافاكم بارطاجيو مع اخوتكم اللي غادي يكونوا بحاجه الى هذه المعلومه. السلام عليكم. نشكركم على حسن المتابعه. قناه ماروك اخبار يومي.